واسعا مدهشا ومثيرا لأبعد الحدود، وتبدو الكواكب العملاقة أكبر من الأرض. جمال الذي يحتضن النجوم والذي يهب الشمس والمجرة من النجوم التي تبني المجرة، نستطيع حتى معرفة اتساع الكون وعجائبه التي لم تكتشف بعد. سرعة تمدد التي تقع الأرض فيها، سرعة الإشعاع الشمسي بالنسبة للزوجة المياه المنبعة من القمر إلى الأرض، ونسبة الغازات في الغلاف الجوي، كل تلك الأشياء هي إلا عوامل الثابتة في قيم الحياة. أيما قانون كوني وثوابت فيزيائية قد أخذها في الاعتبار، إننا نرى أن مثل الحساس تشكل القياسات المثالية للحياة والتي تنشأ النظام موجود في كل النظام واضح في والمجرات الحياة والكائنات في الذرة وفي الجسم. يسمح الله لنا باكتشاف نظام الكون كطريق وجوده. كل التجارب العلمية تثبت أننا لسنا هنا بالصدفة، ولكننا مخلوق. خلق الله كل شيء. كشف الله حقيقة أن كل شيء في آيات عدة مقاطع. وله شيء مجد بدي العهد رسالة رومان 11:36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نظمت منظمات الأبحاث العديد الوقت حتى يرى الناس بحركته. نقدم الحدث العلمي الأكثر تأثيرا لعام 2016.